السلام عليكم. إن شاء الله بهذا الفيديو راح نبلش شرح موضوع الـ Generalized Country Coordinates Method اللي هو تشابتر 21. هذا التشابتر بيحكي لنا لو أنا عندي سيستم معين، يعني مثلا بيم أو ريجيد بيم، يعني ديسك وإلى آخره، ويجي بيحكي لي إيش إني أعمل له معادلة إيش؟ معادلة Equation of Motion، واللي هي الـ M في Y دبل دوت زائد سي في واي دوت زائد كي في واي بيساوي اف اوفر تي. بس احنا بكون عندنا لبيم، يعني مش لشكل اخذناه ماس عليه كولوم واحد على ستيفنسين وكذا، لا او ايكويفالنت وكذا، لبيم معين، يعني زي اللي احنا بنشتغله. فبالتالي انا كل الفكره انا بدي اعمل ايكويشن اوف موشن عامه له واحلها بعدين. بس الفكره انه الام راح تكون بسبب اكثر من شيء، السي في اكثر من شيء، الكي في اكثر من شيء، والاقتران اكثر من شيء. بالتالي هاي بسميها ام ستار، وهاي بسميها سي ستار، وهاي كي ستار، وهاي بسميها اف ستار. فانا كل هدفي اني اطلع ام ستار وسي ستار وكي ستار واف ستار، واحل المعادله وقتها بطلع الديسبليسمنت والريسبونس والى اخره. تمام. طبعا طريقه الحل هي نطبق المبدا الفيرتشوال وورك، وغير الـ Virtual Work ممكن نطبق مجموع الـ Moment بيساوي صفر، الاثنين بيطلعوا لنا نفس الإجابة. هسا مبدأ الـ Principle of Virtual Work، الفكرة إنه أنا لو عندي Single Degree of Freedom System في عليه Stiffness وعليه Damping، في عليه Y of T، ففي عليه إزاحة. شو مبدأ الـ Virtual Work؟ إنه حدث له إزاحة بمقدار دلتا واي، بمقدار دلتا واي. فالإزاحة هي فرض. فهو شو بيقول لي؟ بيقول لي افرض انه مجموع الورك على السيستم بيساوي زيرو. هذا مبدأ الجنرايزيشن، اللي انه مبدأ الفيرتشوال وورك اللي بتستعمله انه مجموع الفورس بيساوي زيرو، اللي هي هي. تمام. فبالتالي الشغل دلتا مع دلتا مع دلتا مع دلتا بتروح بصفي عندي الكويشن اوف موشن تبعتي، الكويشن اوف موشن تبعتي. تمام. فاحنا بدنا نعمله ريجيد بودي، يعني زي البيمز ريجيد بودي، كل شغلنا ريجيد بودي. فخلينا نحل اكزامبل. عندنا هذا الاكزامبل وعندنا هذا الاكزامبل وعندنا ثلاثة بروبلم، يعني ان شاء الله هذا الفيديو يكون شامل الاشي بالتفصيل. طيب خلينا نمسك هذا الاشي. الاشي هذا بيم، خلينا نفهم شو عليه. دائما لازم تعرف تقرا الرسمه. اول شيء بتحكي عليه سبرينج، وفي عليه دامبنج، وفي هون بن سبورت، وهو الاشي الاساسي اللي ندور عليه هو البن سبورت لانه هو مرجعنا بيكون. وعلينا ايش؟ ديسك. في عنا فانكشن، وهذا البيم له ماس بير يونت لينث امبار. تمام. الفكره اللي بدك تعرفها انه بدك تحدد او بدك ترسم فري بودي دياجرام وتشوف كيف هذا الشكل بصير شكله كيف. يعني انا البيم هذا هيك، انا مبين من مجموع الفورس، من الفورس اللي عندي، انه عندي هون فورس. بالتالي هذا لو هاي نزلت لتحت هاي بتطلع لفوق، فبالتالي هذا البيم كيف بينزل؟ بينزل زي هيك، والسبور زيرو. فلازم نعرف الديفليكشن شيب له. اهم خطوه ان نعرف الديفليكشن شيب. فمن خلال الديفليكشن شيب ببلش احل، من خلال الديفليكشن شيب ببلش احل. كيف نبلش نحل؟ بقول لك كالتالي. شوف عندي كيف البيم كان عندي افقي، تمام، ونزل زي هيك. يلا خلينا نشوف اللي بدنا نستعمل. طبعا بقدر استعمل زي ما قلت لكم مجموع المومنت، وبنقدر نستعمل تبع الثيتا، نقدر نستعمل تبع اللي هو مش تبع الثيتا، اللي هو الفيرتشوال ورك. خلينا نحل على الطريقتين وان شاء الله بطلع نفس الاجابه. هسه قبل ما نفوت في اشياء شغلات لازم تعرفها، واللي هي انه انا ممكن يجي يقول لي انه اعمل لي generalized بحيث انه الثيتا هي المرجع اللي هي الروتيشن، او تكون واي هي المرجع او يو، يعني حسب زي ما كنا نحكي يو او واي نفس الشيء. كيف يعني؟ يعني انه انا لما اجي اكتب المعادلة اكتب ام ستار ثيتا دبل دوت زائد سي ستار في ثيتا دوت زائد كي ستار في ثيتا تساوي اف ستار اوف تي، او بدل ثيتا دوت يمكن يقول لي محور واي او يو واي فواي. فلازم نركز الدكتور او الكتاب
طالب مني اعمل جنرالايز حول ثيتا، او انه ثيتا هي المرجع او واي هي المرجع، فبالتالي احنا بدنا حسب المثال هذا محلول على ثيتا، فنحله على ثيتا. المثال الثاني والثالث والرابع اللي بدنا نحلهم هم على واي، والخامس على ثيتا. فاحنا ايش، خلينا ننوع. نيجي لهم هسه، زي ما قلت لكم بدكم تعرفوا مجموع الفورس. اول شيء بدك تعرف شغله واحده، اي جسم ريجيد. اي جسم ريجيد يعني شو؟ يعني ريجيد، ريجيد يعني صلب او نجازه، زي ما كنا ناخذها بالبكالوريوس. اي جسم صلب بده يعمل لي حسب مبدا دي لامبرت برينسيبل، بده يعمل لي انيرشيال فورس وانيرشيال مومنت. اي جسم يعني مثلا هاي البليت لها كتله، اذا بتلاحظ انه لها كتله فتتعمل لي انيرشيال فورس وانيرشيال مومنت، تمام؟ يعني لازم تعرف هذا الاشي، لازم تعرف هذا الاشي. طيب خلينا نشوف شو الفكرة، شو قيمة الانيرشيال فورس. بقول لك قيمة الانيرشيال فورس بتكون هي القوة اللي هم مبدأ دي لامبرت، اللي هي الكتلة ام في ايه، يعني بشكل عام هي ام في ايه. فحسب المسألة شو بيكون هسه، هاي الماس بير يونت لينك، فكم الماس بدي اضرب في الطول مثلا، فكم طوله؟ هذا طوله 4 ال، فبده يكون عندي 4 ام في ال، هاي كتلة، هاي كامل الكتلة. طب شو التسارع؟ التسارع واي دبل دوت او ثيتا دبل دوت، وهكذا بده يكون عندي هكذا، يعني واي دبل دوت، او اذا كان عندي دلالة ثيتا بده يكون ثيتا دبل دوت. هاي اول شغلة. انيرشيال مومنت بيكون هو الماس مومنت اوف انيرشيا في ثيتا دبل دوت. دائما ما الانيرشيال مومنت هو اي في ثيتا دبل دوت، اي في ثيتا دبل دوت. الاي اللي هي الماس مومنت اوف انيرشيا بشكل عام للبيمات الريجيد. هسه في كثير حالات، بس انا بقول لك اعطيك الملخص. في حالة البيمات اللي زي هيك، اي للبيم بتكون عندي عبارة عن 1/12 في كتلته، الكتلة اللي هي 4 ام في ال قلنا، او 4 ام، اي 4 ام في ال مضروب في ايش، في طوله تربيع. كم طوله؟ 4 ال تربيع، وهاي الام كم؟ 4 ام ال، هكذا. فهيك بتكون المومنت اوف انيرشيا. طب الديسك بيكون نص في ام في ار تربيع، في ار تربيع هو نص قطر، نص قطر، تمام. بس هي كل الفكرة. طبعا هذا البليت او الديسك له L2 نصف قطر. طيب خلينا نشوف هاي الاشياء، الارقام كيف طلعها. راح نحلها بطريقتين زي ما قلت لكم، طريقة انه المجموع المومنت عند الهنج بيساوي زيرو، او طريقة الفيرتشوال ورك. طيب خلينا نبلش في طريقة الفيرتشوال ورك زي ما هو حل الكتاب. كيف بدنا نحلها؟ اول شيء بدك تعرف، قلنا شكل البيم كيف بده يصير عندي، شكل البيم بده يصير عندي زي هيك. فبالتالي بدك تعرف انه الفورسز بتكون كلها عبارة عن من الجسم لوين صار لحد وين كان. كيف يعني؟ يعني الكي ما بقدر اقول انها هيك. هسه شوفوا، انا مش كثير متمكن من الموضوع، فما بعرف اذا راح يفرق، ممكن يفرق في المومنت، يفرق في اشارة. هسه ممكن ما نهتم كثير الاشارات، انه افرضهم زي ما بدي، بس انا حسب ما شفت من الكتاب كل بروبلم اللي حلها فرض انه القوة تيجي من الجسم وين كان، وين صار لحد وين كان. فبالتالي قوة السبرينج يكون في عندي قوة سبرينج هون، دامبنج عندي قوة دامبنج هون، مثلا هون في عندي قوة انيرشيال، في عندي قوة انيرشيال للديسك، وهكذا. عندي هذا الفانكشن هو من الله لفوق، يعني هو جاي لفوق وهكذا. فالفكرة انه الفورس من الاشي اللي صار لعند الاشي اللي كان. فهي راح اورجيكم اياها هسه يمكن تفهموا علي. طيب خلينا نفصلهم حبه حبه. اول شيء نيجي للسبرينج، شو قوه السبرينج؟ بتقول لي كي في يو او كي في واي. قوه السبرينج فورس، احنا بناخذ فورسز. اول شيء في عندي هون رياكشن. بس هذا السؤال قال لي اعمله في دلاله ثيتا، يعني انا كل الازاحات بدي اخليهم دلاله ثيتا. كيف يعني كل ازاحه دلاله ثيتا؟ يعني بكل بساطه هذا الارتفاع اسمه واي، اسمه واي.
طيب قديش الزاوية هاي؟ بنفرض الزاوية من عند الهنج، خليني بس أرسم محور إكس الأصلي، هاي محور إكس الأصلي. الزاوية هاي هي ثيتا، هي ثيتا. فبالتالي خلينا بس نرسم الفورسز، أو كيف يعني الإزاحات بتصير. الإزاحة الأخيرة بتهمنيش، ما بتهمني هاي الإزاحة، أكيد بتهمني. تمام، وعندي في إزاحة معينة بتهمني، هسه نحكي عنها كمان شوي. طيب فإحنا بنعرف إنه الزاوية تان الزاوية تان الزاوية تان ثيتا بيساوي المقابل اللي هو واي، حسب هاي المسألة، حسب هذا يعني هاي واي على الطول، طول المثلث. كم طول المثلث؟ 2L. أيوة مثلثات مبين معي. فبالتالي الواي شو بدها تكون؟ 2L تان ثيتا. بس بنعرف في قاعدة اسمها السمول انجل ثيوري من أيام بكالوريوس، إنه تان الزاوية في يساوي ساين الزاوية، ويساوي الزاوية نفسها في حالة كانت زاوية صغيرة وهي راديان. بس بنعرف إنه الثيتا تبعت الديفليكشن بتكون بالراديان، وبنعرف إنها قيمة كثير صغيرة، فبالتالي التان ثيتا راح تنشطب، وصار عندي 2L في ثيتا. فبالتالي أنا عندي الفورس اللي هي كي في واي، الفورس اللي هي كي في واي قوة الزمبرك راح تصير كي اللي هو الستيفنس في واي. شو واي؟ 2L في ثيتا، هاي قوة الزمبرك. نرجع للدامبنج، بنعرف إنه قوة طبعا اتجاهها من وين كان أو وين صار لوين كان، يعني لتحت كمان، هاي اتجاهها لتحت وهي اتجاهها لتحت. نفس الفكرة قوة الدامبنج هي سي في واي دوت. تمام، بس احنا ما بدنا واي، قلنا احنا بدنا ثيتا، كله بدلالة ثيتا، حولت كل الوايات لثيتا، فبدها تكون سي هسا. فشو بعمل؟ بجيب الثيتا، شو بجيب الثيتا او بجيب الواي بخلي بدلالة ثيتا. نفس الفكرة، هاي واي شو بدها تكون؟ نفس الاشي ال في واي. فثيتا هي ثيتا بدها تكون عبارة عن الارتفاع هذا اللي اسمه واي على مين؟ على ال. فبالتالي واي شو بده يكون؟ ال في ثيتا، ولكن انا بدي اياها سرعة، فبشتق الثيتا بتصير ثيتا دوت. فبالتالي هاي سي في ال في ثيتا دوت. تمام، واتجاهها لتحت. تمام، هسا عندي كمان فانكشن مثلث. اقتران المثلث بنعرف انه تركيزه بيكون ثلث الزاوية القائمة، هاي الزاوية القائمة عندي بيكون على مسافة ثلث. فعندي هون قوة مثلث نصف القاعدة والارتفاع، نص القاعدة عندي L، والارتفاع اللي هو F of T، بنسميه F of T مش X على L في F of T، لا F of T بس. تمام، وين مكانه؟ ببعد عن مسافة ثلث من الزاوية القائمة، يعني هاي المسافة من هون لهون L على 3. طبعا مش تقول لي هذا بدي اضربه بإزاحة، هو فورس جاهز. انا الزومبرك الفورس تبعته كي في واي، الدامبنج هو سي في سرعه ثيتا دوت. تمام، بضل عندي شغلتين وبخلص. اول شغله اللي هي الماس مومنت اوف انرشي، اللي هي الانرشال فورس والانرشال مومنت للفورس للبيم وللديسك. فبالتالي وين مكان اللي بتكون للبيم؟ بتكون بالنص، تبعت البيم بتكون بالنص. هذا البيم طوله 4L، فهو على مسافة 2L اللي هو عنده عند الدامبنج بالضبط. بالتالي في عندي فورس، الفورس دائما اتجاهها عكس الحركة. كيف يعني عكس الحركة؟ البيم كان فوق صار فوق وكان تحت، معناته هو لتحت. فأنا عندي فورس، يعني الانيرشال فورس تبعت الديسك راح تكون لفوق. ليش؟ انه هو كان تحت، وانا الانيرشال فورس المقاومة لها بتترجعها للصفر. والمومنت كذلك نفس الاشي، بده يكون عندي مومنت يرفعني هذا لهيك، انيرشال مومنت، وانا عندي هون في مومنت بده يرفعني ينزلني لهيك. تمام، هذا المومنت قلنا الماس مومنت اوف انيرشال تسميه اي 1 في ثيتا دبل دوت. دائما دائما وابدا ثيتا دبل دوت شو مكان؟ اي 0 اللي هو اي بي في ثيتا دبل دوت شو مكان؟ شو مكان؟ هذا قاعده. هسه هذا قلنا هو ام في ال، وقلنا الام حكينا عنها هي 4 ام بار في ال. هاي مين؟ هاي الكتلة مضروب في التسارع. وين التسارع؟ التسارع نفس الشيء اللي هي هاي، اذا كانت واي على ال راح تكون ال ثيتا دوت، ال
في ثيتا دوت، لانه الواي لحالها ال في ثيتا، الواي دوت ثيتا دوت في ال، الواي دبل دوت ثيتا دبل دوت في ال، وهاي نفس الفكرة، هاي ال معناته خلص دائما يعني ثيتا ال، ثيتا 2 ال، ثيتا 3 ال، وهكذا. تمام، وهاي بدها تكون نفس الفكرة ام في ثيتا دبل دوت في ال، طبعا ام في ال في ثيتا دبل. ليش ال؟ لانه هاي هي الواي، او هاي هي التسارع، تسارع واي دبل دوت، بس احنا كله حولناه دلالة ثيتا. تمام التمام، هذا كلياته ايش؟ هذا كلياته الفورسز اللي عندنا، كيف حصلتهم؟ شرحت لك بالتفصيل كيف حصلتهم من طقطق. للسلام عليكم، هسه غيرت كلامي، بدي احل اول شيء على مجموع المومنت يساوي صفر، بعدين بدي احل على الفيرتشوال ورك. تمام، بدي اخذ مجموع المومنت يساوي صفر عند الهنج، دائما عند الهنج لانه هو الوحيد اللي بيعمل لي اتزان. فشو بحكي؟ يلا مجموع المومنت تاخذ مع اقارب الساعه موجب عكس اقارب الساعه سهل. طبعا المسافات كلها الات ما عدا هاي، ال على ثلاث من هون، في هون 2 ال، معناته المسافه هاي باللون الاسود اللي هي من الهنج لفورس هاي ال ال 2 ال، يعني 6 ال على 6 ال على 3 زائد ال على 3 يعني 7 ال على 3. تمام، يلا خلينا ناخذ مجموع المومنت هون يساوي صفر. شو بحكي؟ بدي افرض عكس اقارب الساعة موجب ومع اقارب الساعة سالب. راح احكي اول شيء المومنتات، بحط المومنتات ما بضربوش بمسافة، اي نوت ثيتا دبل دوت زائد اي 1 في ثيتا دبل دوت. يلا الفورس هاي زائد ام في ال في ثيتا دبل دوت في المسافة هاي كم؟ ال. بعدين عندي فورس الدامبينج راح تكون برضه موجب سي ال ثيتا دوت في الطول هذا واللي هو ال، زائد الانيرشال فورس 4 ام ال ال، يعني 4 ام ال تربيع ثيتا دبل دوت في المسافة برضه ال، يعني ال تكريم. بعدين في عندي فورس السبرينج واللي هي 2 كي ال في ثيتا في المسافة هاي واللي هي 2 ال ناقص الفورس نص ال اف اوف تي مضروب في المسافة 7 ال على 3. هذا كله يساوي زيرو. هسه شو الفكرة؟ احنا قلنا نعمل جنراليزيشن، كل اشي جنبه ثيتا دبل دوت باخذه على جنب وبجمعهم او بطرحهم بسميهم ام ستار، وكل شيء اسمه كل شيء جنب الثيتا دوت يكون هو السي ستار، وكل شيء جنب الثيتا لحالها بس يكون اسمه كي ستار، وكل شيء ما عليهوش اي شيء يعني ثابت هو الاف اوف سي ستار. فبطلع مين عندي ثيتا دبل دوت؟ عندي هذا وعندي هذا وعندي هذا وعندي هذا، في غيرهم جنب ثيتا دبل دوت؟ تقول لي لا، بقول لك يلا معناته الام الام نجمه، ما هو اللي جنب ثيتا مين؟ ام الثيتا دبل دوت هو الام. شو بقول لك؟ هو بيكون هو اي نوت زائد اي 1 زائد ام في ال ام ثيتا ام ثيتا ال في ال، في كمان ال هون، هون في كمان ال، هيو ام في ال في ثيتا دبل دوت في ال، فكون ام ال تربيع زائد مين الرابع؟ 4 ام في ال تكعيب. فهي هي ام ستار. اذا معك ارقام بتعوضهم، اي نوت حكينا انه اي نوت هي للبيم بتكون 4، حكينا كمان كتبناهم مو ولا شيء. هسه بيكون عندي سي ستار، سي ستار هو كل شيء جنب ثيتا دوت، مين كل شيء جنب ثيتا دوت؟ هيو بس هذا بس، واللي هو سي التربيع، سي التربيع. ومين الكي ستار؟ هو كل شيء جنبه ثيتا، واللي هو مين؟ هذا في جنبه ثيتا
هو الوحيد اللي جنبه تيتا، اللي هو 2 و2 أربعة، كي التربيع. ومين ظل عندي؟ الاف ستار اوف تي، واللي هو الثابت، واللي هو نص ال في 7 في ال على 3، يعني 7 ال تربيع 6. بس هذا اذا بدي احل على طريقة مجموع المومنت. طبعا فانا بعوض القيم وبحل المعادلة التفاضلية. تمام، هيك انا حليت. اوجدت مين؟ اوجدت الكي ستار والشلة هاي. هسه بدنا نرجع لسلافة مين؟ لسلافة الـ Virtual Work. في قلب الامتحان لا، استعمل الـ Virtual Work مش مجموع المومنت، ترى هم نفس الشيء بيطلعوا يعني. بس خلص بدنا نكون ملتزمين بالطريقتين. طيب يعني طريقة الـ Virtual Work، بقول لك افرض لي إذا عندي إزاحة، شو الإزاحة اللي بدي إياها؟ هي الإزاحة اللي صارت، الإزاحة بدلالة ثيتا. كيف الإزاحة بدلالة ثيتا؟ يعني هيك. خمس، بدي أحاول أبعد مسافة عشان تميزه، يعني زي هيك. وأقول لك سمي لي هاي الإزاحة أو الديفليكشن اللي هون هو دلتا ثيتا. مش قلنا عنه دلتا ثيتا؟ فبالتالي بدي اطلع دلتا ثيتا لكل واحد واطبق مبدا الفيرتشوال وورك. كيف يعني مبدا دلتا ثيتا؟ يعني اذا هاي دلتا ثيتا فهاي مين اللي هون؟ دلتا ثيتا برضه لانه نفس الطول، ولكن الازاحه هاي الازاحه مين؟ ال دلتا ثيتا. هاي الازاحه اللي هون هاي قلنا عنها دلتا ثيتا صح؟ ازاحه الفورس شو بدها تكون؟ هاي ال دلتا ثيتا، نفس فكره مين؟ تاني الزاويه. فبالتالي الازاحه اللي هون ال دلتا ثيتا، الإزاحة اللي هون تبعت السبرينج 2 ال دلتا ثيتا، وإزاحة المسكين هذا اللي هي 7 ال 3 دلتا ثيتا. تمام، شو بتسوي هسه؟ تحكي مجموعهم بيساوي صفر، اللي القوة اللي باتجاه المنقط موجب واللي عكس المنقط سالب. كيف يعني؟ يعني انا فارض اتجاه الديفليكشن زي هيك واللي هو المنقط، بشوف هل الفورس تبعتي طلعت لفوق ولا نزلت لتحت. كيف يعني؟ يعني بتطلع على مين؟ خلينا نجي للزومبرك مثلا. هاي قوة الزومبرك، الزومبرك القوة لوين؟ لتحت جاي. قلنا قوة الزومبرك لوين؟ لتحت. بس الإزاحة لوين؟ لفوق، معناها سالب. بقول سالب كي، بحكي الفورس في الإزاحة، شو الإزاحة تبعتي؟ 2 ال دلتا ثيتا. بعدين بروح على تبع الفورس اللي هو 7 ال على 3 اللي هو شو اسمه نص ال اف تي. الفورس لفوق والإزاحة برضه لفوق، معناته ايش؟ موجب نص ال اف اوف تي في الإزاحة تبعته اللي هي 7 على 3 ال دلتا ثيتا. إذا بتلاحظوا أنا قاعد باخذ مجموع المومنت أصلاً. بعدين في عندي الدامبنج، الدامبنج شو ماله؟ لتحت والإزاحة لفوق، معناها سالب سي ال ثيتا دوت مضروب في ال دلتا ثيتا. بعدين في عندي الانيرشال فورس، هو لتحت والإزاحة لفوق، معناها سالب 4 ام بار في ال ثيتا دوت مضروب في الإزاحة تبعته اللي هي ال دلتا ثيتا. والانيرشال فورس هذا لفوق والازاحه لتحت، فسالب ام ال ثيتا دوت في دلتا ثيتا في ال دلتا ثيتا. وبيظل عندي المومنتات. المومنتات مالهم نفس الفكره، انا المومنت عندي لاف هيك زي ما انا راسمه والازاحه عكسه، فبالتالي شو؟ سالب اي نوت في ثيتا دبل دوت، ولكن هون بضرب في دلتا ثيتا. مين بضرب؟ في دلتا ثيتا، لأن الإزاحة اللي عندي صارت كزاوية. احنا هون لما ناخذ لمومنت بناخذ كزاوية، أما لو ناخذ لقوة بناخذ كإيش؟ طول. ناقص اي 1 ثيتا دبل دوت في دلتا ثيتا. كل دلتا ثيتا بتطير مع دلتا ثيتا، بضل الأشياء اللي أنا طلعتها قبل شوي اللي هي 2 ال و 2 ال 4 ال تربيع كي، نص
في 7 ثلاث ال وال ال تربيع بصير ال على 6 ال ال سي 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 ال تربيع وهكذا. فهي حل المسألة الأولى، كيف حليتها؟ بالطريقة اللي أنا حطيتها، تمام. هسه قبل ما نفوت اكزامبل 2، طبعا هاي الأجوبة اللي طلعت معي، وهذا هو السيستم، وهذا مين؟ المومنت اوف انيرشيا للديسك، هيو، وهذا المومنت اوف انيرشيا للبيم، تمام. قبل ما نفوت هذا المثال المعقد، هذا المثال راح شوي سنخ، راح خليه بفيديو لحاله، أو يعني احنا راح نقسم، راح نحل مسألة ونروح على المسألة ونوقف الفيديو ونحل مسألتين بفيديو، تمام؟ فخلي هذا الفيديو الجاي، خلينا نحل مسألة، أو أقول لكم نخلي البروبلم مسألة حال، وخليني أشرح أنا إذا عندي كانتليفر بيم اللي هو السكشن اللي بعده، هذا ما راح ندقق عليه أبدا أبدا، يعني بس بدي أقول لكم شو القوانين وكيف تحلونه ونشوف حله برضه خلال الإكزامبل. عندي أنا single of degree generalized single degree of freedom system distributed elasticity واللي هو cantilever beam. لو انا عندي cantilever beam وعليه زي هيك لود، تمام، وعليه طبعا ايش؟ عليه modulus of elasticity بدلالة x. شو يعني modulus of elasticity بدلالة x؟ يعني ممكن هذا cantilever من هون لهون يكون له مادة، وهون وهون له مادة، وهكذا. وكذلك الماس، ممكن الماس تتغير، يعني البيم بيكبر او بصغر كل ما امشي، كل ما ابعد عن الاوريجن، وهكذا. فشو بحكي لي؟ بقول لي لو انا الديفليكشن عندي، هذا هو الديفليكشن، لو قلت لك هذا الديفليكشن هو عبارة عن اقتران اسمه فاي اوف اكس، واللي هو اسمه ديفورميت شيب فانكشن، ديفورمد شيب فانكشن اللي هو فاي، تمام، اللي هو معادلة ديفليكشن كير. طبعا كل بيم له ديفليكشن لحال، فهي بالعادة معطى، تمام. فبقول لي إذا بدك تحسب، إذا بدك بقول لك الواي اوف تي هو عبارة عن ايش؟ الفاي في اليو، هذا الاقتران، فاي اوف اكس في يو اوف تي، اقترانين بضربهم ببعض، واي دوت هكذا، واي دبل دوت وهكذا. بس الفكرة مش هون، الفكرة انه انا اذا بدي اطبق مبدأ التوتال انرجي، هيو نص في ام. شو هسه شو دائما ال شو دائما ال شو اسمها هاي الطاقة الحركية؟ نص ام في تربيع، هيو نص ام في تربيع، تمام. فالفكرة اللي بتنتج معي بالنهاية انه اذا بدي الام ستار، احنا كل هدفنا مين؟ نجيب ام ستار، اوكي ستار، واذا في سي بنحكي سي ستار، واف ستار. اقول لك ام ستار بتكون تكامل من صفر لال، يعني ال اللي هو طول البيم، في ام اوف اكس، ام اوف اكس لو اقتران الام اذا اعطاني اياه ممكن اعطاني اياه ثابت، في فاي تربيع الاكس، بس هاي مشان السرعه والتسارع، وهاي الشير الى اخره. فبالتالي اذا بدي كي ستار، اخر شيء انا بوصل للكي ستار، الكي ستار شو قانونها بيكون؟ المودلس اوف الاستيسيتي بدلاله اكس في المشتقه الثانيه للفاي اوف اكس لكل تربيع. طب شو المشتقه الثانيه؟ هي دي على اكس، ما عندي اقتران دلاله اكس، من بضل عندي الفورس اف اوف تي، هاي الاف اوف تي هي الاقتران مضروب في مين؟ في فاي اوف اكس دي اكس، والسي ستار بكون هذا الاقتران بس. وشو بعمل؟ بطبقهم بطلع القانون، بنشوف امثله عليه يعني بس. فخلينا نوقف الفيديو لهون، نخلي الفيديو الجاي عباره عن حل امثله. يعطيكم العافيه.